أهرامات الجيزة. طبعاً قاعد أصور البيتات هنا في المطار أمس قاعد أخواننا. طيب خلينا نبدأ. أول حاجة الأهرامات. الأهرامات معروفة إنها هي المباني القديمة جداً بالنسبة للفراعنة الأسرة الرابعة. لكن أنا صراحة ما كنت منتبه شديد لها، أو يعني أنا بالنسبة لي ما كان حي ظبطة شديد، لأنه معظم الناس أنا بسألهم كان بيقول لي إنه الأهرامات ما حي ظبطة، يعني أمشي متاحف أمشي كده. لكن في آخر يوم أو اليوم الأغرب الأخير قررت إنه نقول نمشي معنا مؤيد. فنحن طالعين من الفيصل وهي مكان ما بعيد شديد يعني من الفيصل. فركبنا مواصلتين، مواصلة الأولى نزلنا ركبنا المواصلات الثانية فكنا منتظرنا هنا. المواصلات الثانية عبارة عن فولكس فاجن اللي هو العربات الصامت الأردني. أثناء ما أنت ماشي بالعربية بتلاقي على يمينك الهرم الكبير اللي هو ده هرم الفرعون خوفو، وحنجي لخوفو ده اللي قدام إن شاء الله. فالزول ده راكب حصان، أنا ما كنت عايز صراحة راكب حصان لجنو، لكن ما علينا. بعد ذاك بعد ما تنزل من المواصلات بتمشي بكرعيك لمحلات التذاكر، بيلاقوا كمية من الناس مضيف لهم. ده أول شباك التذاكر بتودي فيه الاي دي بتاعك السوداني وبتقطع التذكير للعرب والمصريين عبارة عن 60 جنيه مصري، وبالنسبة للأجانب عبارة عن 450 جنيه مصري. فعمل حساب ما يضعش. فأول ما ننزل القدامنا طوالي فيها أبو الهول، وبعد ذاك بتلف على الأهرامات الثلاثة. فأنا أول حاجة مشي الأهرامات الثلاثة، فده أبو الهول وده اللي ممشي على الـ على الـ على الأهرامات. ممكن تمشي بالحصين أو بالجمال، تقريبا بيختلف على حسب الناس انت ممكن تفيد معاهم. دائما وابدا يعني ممكن تتغشى، في احتماليه كبيره انك تتغشى، فعمل حسابك. الدلينها طبعا ونحن بنحاول ناخذ يعني صور ضابطه عشان ارجع لكم الموضوع بتاع الحصين والجمال. الحصين تقريبا 100 جنيه في الساعه، ساعه كانوا تكون لافي ب 100 جنيه. ده برضو مغاره، المغاره دي ما خلينا نخش فيها، اللي هو مش مغاره، عباره عن المكان في الحرم. بعد ذاك حاولنا ناخذ صور كده. محل الهرم ده برضو بتدفع له قروش براهم عشان تخش عليهم، معلومه جديده احنا ما كنا عارفينها، تدفع عليهم من باب التذاكر من برا. فشوف المحلات اللي تمشي لها وين بكم. بعد ذاك بديل طبعا الاجانب اول مره يشوفوا يعني كده جمال في حياتهم، فهم يزعم واو والجمال وخلينا نركب وندفع وفريق بوهم ودفعهم. ده الهرم الثاني اللي هو ده مفرع. بعد ذاك بعد ما انتهينا من اللفه نحن ما مشينا كثير صراحه، تيجي ماشي الشارع ده ممكن تشتري منه هدايا. وبعد ذاك بقينا خشينا عليه ابو الهول. ابو الهول انا ما عارف تفاصيل كثير عنه، لكن خلينا نحن نشوف بعد شويه. ال- 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 البوابه بتطلع فيها التيكت بتاعك. البوابه دي فيها حاجه يعني الحاجه ممكن تكون واو بالنسبة للناس، انه الاحمدة دي كلها عبارة عن قطعة واحدة. فقطعة واحدة مثلا بتاع الجرانيت هي قامت اتنحتت بالطريقة دي. العظمة بتصل وين؟ بتصل في انه الحاجات دي شالوها كيف، يعني دي عبارة عن اطنان من الجرانيت واطنان من الحجارة قدروا ان يرصوها فوق بعض بطريقة كويسة. فده المدخل اللي بتدخلك على ابو الهول، ودي ده المكان انت ممكن تشوف فيه ابو الهول من قريب شديد. فبعد ذاك هشينا بتلقى فيه كمية من السياح طبعا، لانه ده وقت البريد اللي هو ده شهري نوفمبر، فنوفمبر فيه في سياح كتير. فده ابو الهول، صورنا مع ابو الهول كمية الناس خرافية شديد، ما ديك الدريب ما تعرف ده ابو الهول ولا حاجة تانية. العموم ادينا برضو صفعة على الراس. بعد ابو الهول ما عندي حاجة تانية غير انه ترجع بس او دي الخروجة. فالاهرامات ضابطة شديد اذا انت كنت بتهتم بالاثار والحياة البشرية ده، وبرضو ضابطة كالمرة الاولى. لكن ما نظن بعد ما تمشي المرة الاولى تمشي. وشكرا جزيلا، مع السلامة.